والله يا جماعه بغض النظر ان السومو اليوم سجل مع المنتخب السوري، مبروك لسوريا وللشعب السوري هذا الانتصار، ولكن انا في نظري السومو من افضل المهاجمين اللي مروا على النادي الاهلي، السومو من افضل المحترفين اللي في الدوري السعودي كمهاجم، بغض النظر عن ايا كان وايا ما يحصل معه في الموسم هذا والموسم اللي طاف، ولكن صراحه السومو والله رقم واحد من المحترفين المهاجمين حتى الان. هذا عندي، ما اعرف اذا كان عندكم اي اعتراض والله تقدروا تقولوا، واللي صراحه عنده اي خلاف مع السومو يا ريت ما يجي يعني هنا في السناب، لان هذه صراحه تنقال وهو يستاهلها.